بكم مرة تانية ومع نوع تاني من الحرية، الحرية الشخصية، واللي كتير بيحبوا يحددوها بمبدأ أنت حر ما لم تضر. لكن إيه نوع الضرر ده بالظبط؟ محدش عارف. إيه هو الخط الفاصل بين حريتك وحريتي؟ محدش قادر يفيدنا بحاجة. ما أنت ممكن شكلك يكون بيضايقني أو تصرفاتك بتعصبني. كل واحد يخليه في نفسه، هي دي الديمقراطية وهي دي الحرية. اللي دخل من الشباك واغتصب، سوري استعملت كلمة كبيرة، اغتصب حياتي الشخصية، بيتي وحياتي، وأنا ما أقدرش أتدخل في حياة كل البني آدمين، لأنها هي يعني حقوق الإنسان الشخصية، حياته الشخصية. اللي مين أنا عشان أقول لحضرتك أو للناس اللي بيتفرجوا علينا إزاي تعيشوا في حياتكم، تعملوا إيه داخل بيتكم؟ يعني دي حرمة. وبعد كده إحنا نفسر بقى بأفكارنا بالباك جراوند بتوعنا. انا كنت دايما بقول لوالدتي يا مامي انا لو شفت حاجه زي كده عمري ما حفظت. ايوه بس هم مش كلهم اتربوا في البيت ده، مش كلهم دخلوا المدرسه صحيح. دي مش كلهم عندهم نفس الصحاب. انت بتقولي الكلمه بتفتكر انه حضرتك هتتلقيها زي ما انا بقولها؟ ليه؟ ما هو طبعا اكيد الواحد بيتلقاها بالباك جراوند بتاعه وتجربته وقد ايه هو مرتاح مع نفسه، قد ايه هو فوق الترابيزه وقد ايه هو تحت الترابيزه، قد ايه الشر ميال الظنون. انا اللي اقدر اقوله لك انه انا عمري ما اذيت حد، بس انا اتاذيت جدا. ازاي يا رزان عايزه الناس تسيبك في حالك يا بنتي؟ دي مشاركه مجتمعيه، انت في حالك واحنا كمان معاكي في حالك، ولا انتوا عايزين تنفصلوا على المجتمع وكل واحده بقى حره مع نفسها؟